مش بعيد كانت تبلغ البوليس زي ما حصل قبل كده عشان تشوفنا هنخرج منها ازاي. حلو قوي حلو قوي، بس انا بقى في حاجات مش قادر افهمها. اول حاجه، انت ماشي ناس ورايا يراقبوني ولا يا رحيم؟ ها؟ وبعدين مش الحاجه هدايا بس اللي عايزه تفهم حكايه ان احنا بندخل ونخرج من الامن الوطني كده عادي؟ انا كمان عايز افهم. ما ترد. انا لو رديت عليك يا حلمي رد هيزعلك. زعلني يا سيدي، بس فهمني. انا بس هفكرك ان يوم ما خرجت من السجن ولقيتك مضيع ورق ممكن يكون تمن رقبتي، ما فتحتش بوقي، ما شكتش لحظة انك ممكن تخوني. وانا المفروض ايه بقى؟ احط جزمة بقى في بوقي وامشي وراك وانا ساكت؟ رحيم، بقولك ايه، انا عايز افهم، في حاجات بتحصل قدامي كده انا مش قاريها. انا كنت مراقب كمال عشان اعرف اذا كان في حد زقه علينا ولا لا. ايوه، بس كان المفروض تقولي. طب وانت قلت لي على اللي هتعمله النهارده؟ يا رحيم، هو انا المفروض استعزنك وانا جاي اجيب حق مراتي؟ رد هيزعلك. ايه؟ بتعملي ايه عندك؟ انت اللي بتعمل ايه؟ مالك اتخضيتي كده ليه يا بت؟ في ايه؟ اسمي ريم، ما اسميش بت. طب تعالي يا ريم، تعالي. ده ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ايدك لا توحشك يا حبيبي. اصل انا حسيتك بتلمعي اوكر فقلت اجي اطمن. لا اطمن. انا عايز اطمن قوي. عبيط ده ولا ايه؟ ريم، ما تحاسب يا حلمي وخلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله ده. ما انت مش عايز تفهمني، يعني ايه ندخل ونخرج كده من الامن الوطني عادي من غير اي حاجه؟ والحكايه دي حصلت مرتين مش مره واحده. رحيم، لو مظبط معاهم قول لي، طالما شغلنا ماشي وبنعمل اللي احنا عايزينه تمام، بس افهم. هو انا لو مظبط مع واحد زي احمد الديب ده مثلا كان عمل معانا كده؟ كان خلاك تشتغل عصفور عليا؟ ما تشغل مخك يا اخي. يا حلم اهدى وخلي صوتك من دماغك، بلاش تمشي ورا كلام حنان. على فكره ملهاش علاقه باللي بينا. طب كويس، ايه بقى؟ في حاجه تانيه عايز تفهمها؟ لا. ايه في؟ عملت ايه؟ مفيش، هو قال لي انه عمل كده بس عشان خايف ان الحاجه هدايا تبلغ عننا. يا سلام يا اخويا، بقى رحيم خايف للحاجة هدايا تبلغ عننا؟ بقى ده رحيم؟ ده كان زمانه خطف كمال وحطه في حتة الجن الأزرق ما يعرفوش طريق بر، وكان زمانه وقف قدام الحاجة هدايا عيني عينك كده. شش، ما تصادق. لا، الموضوع يخصك أنت. أنا؟ أنا إزاي؟ رحيم عايز يوصل لك رسالة إنك ما تعملش حاجة إلا بأمره. أنت مش عارف رحيم ولا إيه؟ رحيم عايز يمسك الدنيا كلها بإيده، هو اللي يقول آه وهو اللي يقول لأ. ايوه، بس الكلام ده مش عليا انا. هو اخويا طول عمره كده، بس انت اللي مش فاهم. هو انت هتعرفيني صاحبي؟ ايه؟ صاحب عمري. صاحب عمرك مين؟ بقى ده رحيم صاحبك؟ رحيم بقى له 7 سنين في السجن، قلبه بقى مليان غل وحقد وكره. طب حط نفسك مكانه، بعد الشر عليك، ان شاء الله عمرنا ما نشوف فيك شر يا اخويا. وانت تفهم اللي انا بقوله. طب فضي اسيره بقى، يلا يلا امشي. ماشي، بس اسمع الكلام اللي انا بقوله لك. ليه بتسخنيني عليه ولا ايه؟
خير يا ريم، في حاجة؟ مفيش، سمعتك بس بتخانق انت وبابا فقلت اجي صالحك. انا وابوك عشرة عمر، تقلقش علينا، شوية كده وهنروق. طيب وانا بقى مين هيصلحني؟ ليه؟ في حد مزعلك؟ اخوك هشام. ايوه يا سيدي هشام، عمال يعكسني في الراحة وفي الجاية، شوية بعينه وشوية كلام، واخر مرة مد ايده عليا. يمد ايده عليك ازاي؟ متخافش عليا، هو بس مسكني من ايدي، بس انا وقفته عند حده. كنت جايلك عشان خاطر تتكلم معايا عشان يحل عني شوية، بس خلاص مش مهم. مش مهم ازاي؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ ده انا هكلمه وهبهدله كمان. هو انت اتضايقت عشاني؟ طبعا. ليه؟ علشان هشام ده راجل متجوز وانت زي اخته. بس كده؟ بس؟ انت شايفه حاجه تانية؟ رحيم أنا مش شايفة غيرك، أنا بحبك. اطلعي بره بره. مين اللي عمل فيكي كده؟ انت طالع مين؟ رحيم يا ماما. انت متذكره انه رحيم؟ اتصرف يا حلمي. يلا رحيم اتكلمي، رحيم اتكلمي، رحيم هو اللي عمل كده؟ مين عرفك يا حلمي؟ روح بقى. الله روح روح. انت متذكره انه رحيم؟ ما تخافيش ما تخافيش. رحيم ده اوسخ انسان انا عرفته في حياتي. ريم رحيم، ريم بتأذيني بنت يا رحيم؟ ده انت شلتها بايدك وهي لسه لحمه حمرا. ريم يا رحيم، وانت تصدق اني ممكن اعمل كده يا حلمي؟ لو انت مصدق اني ممكن اعمل كده في ريم اقتلني.